ألا تلاحظ يا دكتور أن هذا الموضوع انتشر أيضا مع البعض ومع الكثير حتى عموما لمن يود أن يشاركنا أن هناك اتصال على 2 وأنا أعتقد أنه عيسى على 2-499-00-00 بعد هذا الاتصال يا دكتور أساس ما نعلق المتصل معنا راح نرجع نكمل حديثنا عن هذا الموضوع تحديدا هذا الفهم الخاطئ و أريد أن أخرج من هذا التناقض يعني أو عدم مقدرتي للتوازن في موضوع الزهد وموضوع أن الله يريد أن يرى أثر النعمة كذلك على عباده وأشياء كثيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المخلص عيسى كيفك؟ حياك الله شيخ أستاذ نصر. يا مرحبا شيخ بارك كيف صحتك؟ حياك الله دكتور نصر كيف الحال؟ أهلا وسهلا أبو عادل الحمد لله كيف أخباركم بخير الحمد لله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. موضوعكم اليوم جميل جدا عن الزهد. جزاك الله خير. وللأسف إحنا في هذا الزمن دكتور ناصر وأخي أستاذ نصر يعني للأسف الناس ما تفهم وش معنات الزهد يعني كل شيء يريده كل شيء يعني ما عندهم قناعة يعني في هذا الشيء. نعم جميل. أيوة يعني مثلاً يعني تلقاهم يعني كل شيء طمع زايد وعدم الرضا يعني عدم الرضا يعني الإنسان ما يرضى بقسم الله له يعني في ناس يعني بعض الأشياء يعني شكلهم ما مقتنعين به يعني. هذا جانب من ناحيتهم من ناحية مثلاً في ناس للأسف يسوي عمليات للأسف يغيروا من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم جميل. نعم. طيب هذا الزهد يعني من يعني يوحي لهذا ينبه للناس يعني هذا انهم ينتفوا على انفسهم. طيب يا عيسى طيب ولا يهمك شكرا عزيزي تسلم حياك الله حياك عيسى. كذلك يمكن اشار الى نقطة مهمة اللي هي قضية ان ترضى بقسمة الله. نعم. هل الزهد أيضا هو الرضا بقدر الله الرضا بالمظهر الرضا بخلقة الله الرضا بأشياء كثيرة الرضا كذلك حتى بالحالة المادية مثلا في بعض الأحيان. نعم. هل هذا نوع من نوع الزهد هل هذا الرضا هو زهد كذلك؟ طبعا هذه يدخل فيها مسألة القناعة يعني الإنسان. نعم. يكون قنوعا بما يسر الله عز وجل ويكون راضا عما رزقه الله سبحانه وتعالى وهو أيضا مدعاة لأن يزهد في هذه الدنيا لأنه ينظر على أن ما يعني ما أعطاه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فهو خير له لأن هذه الدنيا طبعا في منظوره لا تساوي شيء هي لا تساوي شيء عند الله فلذلك إذا منع الله عز وجل شيئا للإنسان منها فإنه لا ينظر على أنه منع وإنما ينظر على أنه كرامة لكن ننظر مثلا إلى ذلك الشخص الملي الشخص الملي الشخص الغني هنا 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 منظور الزهد يوضح بصوره واضحه بشكل يعني أكبر يعني. نعم. مثلا ما قلت انت الاستاذ نصر الان لما نقول انسان بسيط انسان فقير انسان معدم انسان لا يجد مالا. نعم. ثم نقول له ازهد هذا فيما يزهد اذا كان. نعم صحيح. لكنه ايضا عليه ان ينظر على انه ما هو فيه من واقع هو حقيقه هو امر حسن لانه يعني الان الزهد اين يكمن؟ الزهد يكمن على انه يقنع بما عنده لانه يزهد في الدنيا يعني بما انه كلما نظر الى شخص ملي غني ينظر على ان ذلك الغنى لا شيء لانه هذه من متاع الدنيا فهنا يكمن الزهد بانه يرضى بما قسم الله عز وجل له لكنه لا ينظر إلى الآخر على أنه قد منح شيئا لم يمنح إياه ولذلك يعني هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه النقطة فقد روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس ما هو العمل الذي لو عملته أحبني الله وصلت إلى محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا لذلك السائل جوابا جامعا شافيا مانعا قال له اسمعوا ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس فأنت عندما تزهد في هذه الدنيا فإن الله عز وجل يحبك لأن الله عز وجل قال لك بأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا وإنما عليك أن تنظر الآخرة. نعم. ثم أيضا تزهد بما عند الناس. إيش معنى يا دكتور؟ نعم. يعني عندما تنظر إلى ما عند الناس لا تحتقر نفسك يعني عندما تقول أن هؤلاء عندهم أموال وأنا حرمت من المال لا تنظر إلى يعني لا تقول أنا الأقل دائما. نعم لا تقول أنا الأقل وتنظر إلى ما أعطيه إياه بأنه ابتلاء لأن هذا الإنسان الغني صاحب المال صاحب الجاه
قد يكون نهايته سيئة بسبب ماله وجاهه. فإذا تنظر إليها من هذا الموضوع فتزهد فيما عند الناس ولا تسعى لأخذه ولا تسعى لحسد الناس، لا تحسد الناس على ما أنعم الله عز وجل عليهم. فكلما زادت نعمهم دائما تذكر بأنه ابتلاء. حتى أنت الحياة التي تعيش فيها من الفقر ابتلاء، فكلاكما في ابتلاء. فأنت عندما ترضى بما عشته وبما أعطاك الله عز وجل، وفي الوقت نفسه لا تنظر على الناس على أنهم أعطوا شيئا لم تعط إياه وهم أفضل منك، نعم، فتزهد فيما عند الناس، نعم، وترضى بما عندك فتصل إلى ما المحاضر. والله هذه مفاهيم مهمة يا دكتور. نعم بصراحة. فعلا نعم. كذلك أيضا يعني هناك أبيات جميلة قيلت في الزهد، وطبعا عندما نأتي الزهد فإن أبو العتاهية كان في مذهب متصوفة ولكنه كان زاهداً كثيرا، وغاية هو ورابع العدوية طبعا، هؤلاء من أبرز الزهاد والمتصوفين. قيل في ذلك شعرا في الزهد: لا تأمن العيش في أرض ستهجرها، إن السنين وإن طالت قصيرات، تبني القصور بدار لا مقام بها، أين الذين بنوا، بل أين الحضارات، أين القلاع التي طالت سواترها، أين الملوك وأولاد الأميرات، سل الديار وسل من كان يسكنها، هل طاب عيشا والمصير مماتي. فهنا يعني يعطيك المفهوم الواضح للزهد في الدنيا وكطريقة التعامل فيه أو طريقة التعامل مع هذه الدنيا والزهد فيها.